السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نأخذ صفحة 31 من كتاب فضاء الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي. دابا نأخذ الحصة الثالثة. أول تمرين هو تمرين 3، أكتب الأرقام الناقصة في كل جدول ثم أقارنها. عندنا هذا هو الجدول الأول، هذا هو الجدول الثاني. شنو حنا غنديرو؟ شنو المطلوب منا؟ نكتبوا الأرقام الناقصة. دابا هنا عطينا عدد وهنا حنا خصنا نفرقوه، يعني كل فئه وشنو اين رقم كتحتاج. من بعد غادي نقارنوا ما بين هاد الرقمين. شنو عندنا في الاولى؟ كاين عندنا 9123، يعني شحال عندنا ديال الوحدات. شنو القيمه ديال 3؟ 3 كتمثل لينا 3 وحدات، يعني غنكتبوا 3 في الوحدات. اللي من بعدها عندنا جوج. جوج شنو كتمثل لينا؟ شنو القيمه ديال جوج؟ كتقول لينا انها شنو هي جوج ديال العشرات. عندنا جوج في العشرات، جوج في العشرات. القيمة ديال واحد شنو هي؟ هي 100، كتمثل لينا واحد في المئات. والقيمة ديال 9 هي 9000، يعني 9 في الآلاف. هنكتبو هنا 9. هذه بالنسبة للعدد الأول شنو هي؟ هي 9100، وعندنا جوج في العشرات اللي يعني 20، وهنا 3 هي 9123. دابا ندوزو الرقم الثاني. شحال قال لينا عندنا الوحدات فينا؟ هما 9 كتمثل لينا الوحدات، و 9 الثانية كاينة في العشرات. واحد هي عندنا 100 وحدة، القيمة ديالها هي 100، والآلاف عندنا 3، عندنا 3000. شحال هي 3199. هادشي اللي عندنا في العدد الثاني. هما شنو قال لك؟ قال لك غتقارن، غتقول لي شكون اللي كبير وشكون اللي صغير، يعني خص يكون عدد كبر من عدد. حنايا شنو كنعرفوا على المقارنه؟ المقارنه عندها بزاف ديال المراحل، اولا 3 ديال المراحل. شنو هما؟ اول مرحله هي كنمشيو كنحسبوا ارقام الاعداد. مثلا هذا عدد وهذا عدد، كنمشيو نحسبوا ارقامه. هذا العدد شحال فيه وهذا العدد شحال فيه من رقم؟ الا جينا لقينا هذا فيه 4 وهذا فيه 3، اذا هذا الكبير. اللي كيكون عنده اكثر عدد الارقام كيكون هو الكبير. الا كانوا عندهم بحال بحال، شنو كنديروا؟ كنمشي يعني هذا بحال هنايا عندنا هذا 4 وهذا 4، يعني ما نقدروش نقولوا شكون اللي كبير. شنو خصنا نمشيو؟ خصنا نبقاو نقارنوا. باش كنبداو؟ كنبداو باول عدد. الا كانوا كيتشابهوا، اول عدد يعني هو اول عدد على اليسار، اولا اول رقم على اليسار. كان عندنا 1000، كان عندنا 100، كان عندنا 10، كنبداو به. ثاني حاجه، الا كانوا هادو متشابهين عاد كنبقاو ندوزو المئات، العشرات، الوحدات، اولا شحال ما عندنا، يعني كنبقاو غادا في اتجاه اليمين. عندنا دابا 9 و3، غنقارنهم شكون اللي كبر، واش 9 ولا 3؟ راها باينه باللي 9 راها كبر من 3. الا كانت 9 كبر من 3، راه هذا العدد كامل كبر من هذا العدد. داكشي اللي كندير ان 9123 فهي مالها كبر من 3199. دائما باش كنبداو بهذا العدد. دابا ناخذ الجدول الثاني. شنو عندنا؟ عندنا نفس الحاجة، عندنا وحدات، عشرات، مئات، وآلاف. حنا خصنا هاد العدد من كل حاجة نحطها في بلاصتها. مثلا العدد الأول قال لنا 5678. ثمانية شنو القيمة ديالها؟ كتمثل لنا 8 وحدات، 8 ديال الوحدات. 7 شنو كتمثل لنا؟ 7 ديال العشرات. 6 شنو كتمثل لنا؟ 6 مئات. والخمسة شنو كتمثل لنا؟ 5000. يعني شحال هي؟ 5678. هادشي اللي عندي. هما قال لك 5800 و678 هي اللي كتبناها حنايا هنايا. دابا الثاني شنو هي؟ 5 شنو كتمثل ليا؟ 5 وحدات. 6 شنو كتمثل ليا؟ 6 عشرات. 7 7 مئات و8 8000. دابا ندوزو المقارنة. شنو كنديرو؟ كنبداو نقارنو. عندنا كنحسبو اول حاجة، كنحسبو بعدا شحال كاين عندنا من رقم. هذا فيه 4، هذا فيه 4، يعني ما عندناش مشكل. ندوزو دابا الاول رقم على اليسار، 5 و8. شكون اللي كبر؟ اكيد 8 هي اللي كبر، يعني مادام 8 كبر يعني هاد العدد كامل هو اللي كبير، يعني 8000
وسبعمية وخمسة وستين راه أكبر من 5678. وهذا هو التمرين الأول اللي هو تمرين ثلاثة. من بعد ما سالينا ندوزو لتمرين أربعة وهو كيشبه ليه، راه ما كاينش شي فرق من غير كيتبدلوا الأرقام. قال لنا أكتبوا الأعداد في كل جدول ثم أقارنها وأرتبها، يعني من بعد ما غنكتبوا غنديروا المقارنة، نفس الشيء اللي درنا في تمرين أربعة. كذلك عندنا في الجداول فهما بجوج فيهم وحدات، عشرات، مئات وآلاف. الأولى عندنا 1234، شنو كتمثل لنا الوحدات؟ الوحدات فيها أربعة، أربعة كتمثل لنا أربع وحدات، ثلاثة كتمثل لنا ثلاث عشرات، عندنا الاثنان شحال كتمثل لنا؟ مئتان، يعني جوج في المئات، والألف كاين عندنا ألف وحدة. هنا شنو؟ عندنا جوج، شنو القيمة ديال الاثنان؟ هي جوج وحدات. القيمة ديال عشرة هي واحد، عشرة وحدة. مئات ما عدناش، عدنا صفر. والألف كاين عندنا ألفين، جوج. دابا العدد الثالث شحال هو؟ 5164. أربعة شنو كتمثل ليا؟ أنه كاين عندي أربعة ديال الوحدات. ستة كاين عندي ستة ديال العشرات، والواحد عندي مئة وحدة، والخمسة راه عندي 5000. دابا ندوزو المقارنة، غنقارنوهم بلا ما يجيكم صعيبة أنكم تقارنوا ثلاثة الأرقام ولا أكثر، حيت ما كاينش إشكال. أول حاجة دائما كنبداو بها هي كنحسبو، عندي هنا أربعة، عندي هنا أربعة، وكذلك هنا أربعة، يعني ما عنديش فاش نفكر، كندوز نيشان نقارن هاد الأعداد. أول رقم على اليسار هذا هو الأول، كذلك هنا، كذلك هنا. شكون اللي عندي كبار؟ واش خمسة ولا جوج ولا واحد؟ شكون اللي كبيرة فيهم كاع؟ أكيد خمسة، يعني خمسة نكسبها هي أول عدد، يعني أكبر عدد هو 5164. 5164 العدد اللي موراه شنو هو؟ هو 2012. علاش؟ حيت جوج كبر من واحد، شكون اللي كبر؟ دابا هذا حيدنا، شكون اللي بقى لنا؟ 2012 و 1234. شنو كنديروا؟ هذا فيه 4 وهذا فيه 4، شنو كنديروا؟ كنقارنوا اول عدد واحد مع جوج، شكون اللي كبر؟ جوج، يعني 2014 ولا 12 هي الكبيره. شنو تابعها؟ شنو كيبقى لنا اخر عدد؟ هو 1234. دابا من بعد ما سالينا الجدول الاول ناخذ الجدول الثاني. شنو فيه؟ فيه كذلك الوحدات، العشرات، المئات والالاف. عندنا 2617، يعني سبعه شحال كتمثل ليا؟ راه كاينه عندي سبعه ديال الوحدات. الواحد كتمثل ليا انه كاين عشرة وحده، سته كاينه كتمثل ليا انه كاينه سته وحده، والالاف شحال عندي من الف؟ عندي جوج. عندي هنايا جوج، شنو كتمثل ليا؟ رقم الوحدات. 8 انها كتمثل ليا العشرات، 9 كتمثل ليا المئات، و6 كتمثل ليا الالاف، عندي راه عندي 6000. من بعد شنو عندي؟ عندي 9171. واحد شنو كتمثل ليا؟ الوحدات. 7 كتمثل ليا العشرات، الواحد كذلك الوحدات، و9 كتمثل ليا الالاف. من بعد شنو نديرو؟ نقارنوهم. عندي كاملين فيهم أربع أرقام، أربع أرقام، أربع أرقام. نبدأ بأول رقم على اليسار، والجوج ستة ولا تسعد؟ عندي تسعد هي أكبر. واش ستة أكبر من تسعد؟ الجوج أكبر من تسعد؟ لا، تسعد هي الكبيرة. يعني شنو؟ كنحط هذا العدد كامل هو كأول عدد، أكبر عدد شنو هو؟ كيمشي للبلاصة اللي عنده هذا الفم محلول، يعني أنه هو الكبير، يعني هذه البلاصة راه أكبر من هذه البلاصة، يعني فين هذه البلاصة كبيرة؟ كنمشي كنكتب 900 أو لا عفوا 9171. اللي من بعدها واش ستة ولا جوج؟ أكيد ستة، ستة راه أكبر من جوج، يعني نجي لهنا ونكتب 6982. اللي من بعدها هي 2617. علاش؟ حيت هي اللي بقات عندنا وهي صغيره، جوج هي صغيره، جوج راه صغار من ستة وصغار من تسعود. دابا من بعد ما سالينا تمرين 4 ناخذ تمرين 5.
85 شنو كيقول لنا؟ اكتب كل عدد في البطاقة المناسبة. عندنا 1300 5200 و 2800، ولكن راه بالترتيب طبعا. هنا عندي 1000، هنا 2000، 3000، 4000 و 5000. كي شنو فين نحط 1300؟ 1300 راه واش راه كبر من 1000 وصغر من 2000؟ واش 1300 فايته ل 2000؟ ما فايتهاش، يعني راه صغر من 2000 وكبر من 1000، يعني غتجينا هنايا 1300. ثانيا شنو عندنا هنا؟ هنا كاينه ما بين 2000 و 3000 كاينه واحد الرقم او لا واحد العدد، شكون غيكون؟ غيكون هو 5200؟ لا، حيت راه 5000 راه كبار من راه اكبر من 5000 اصلا، 5200 راه اكبر من 5000. يعني شنو يجينا هنايا؟ شي عدد محصور ما بين 2000 و 2300 و 2800 راه اكبر من 2000 وصغر من 3000. يعني هنا نكتب 2800، بقات لي 5000 او لا نعم 5200 كبر من 5000، يعني هي اللي نحطها هنايا. قال لنا اكبر عدد شكون هو؟ الكبير راه غيجي من هنايا، واش 1000 غيجي من حدا 1000 هنايا؟ لا، راه كبير، يعني اكبر عدد هو 5200 حيت هو اخر عدد من هاد الجهه، هو 5200. قال لنا اصغر عدد، اصغر عدد هو 1000. كاين شي حاجه اصغر من 1000؟ ما كايناش، يعني 1000 هو اصغر عدد. وهكا نكونوا سالينا حتى التمرين 5. قالينا اخر تمرين هو التمرين 6. قالينا جو غادو لا دووات اي جيكري لي نومبر، غادي ندير واحد التدريجه في هذا المستقيم اللي عندي. وشنو غنكتب هاد لي نومبر؟ شنو عندنا؟ عندنا 5900، عندنا 5900، 4800، 4800، اي 4100، 4100 سوغ لا دووات. يعني هاد لا نومبر اولا الاعداد اللي عندنا غنحطو كل واحد في التدريجه الخاصه به سوغ لا دووات نيميريك اي جو لي رونج، ومن بعد غادي نرتبهم. اول عدد عندنا هو 5900. فين عندي 5000؟ ها هي 5000، ها هي 5500، ها هي 6000، يعني تكون فايته 5500. الا كنا غادي من هنا احنا كل تدريجه باش كنمشيو من هنا لهنا باش كنمشيو؟ كنمشيو بالمية. هادي 5000، هادي 4100، 4200، 300، 400، 500، هادي هي 4500. يعني هنايا نكونو غادا 5100 و200 و300 و400 و500، 5500، 5600، 5700، 5800، 5900. يعني هنا فين عندي 5900؟ عندي 4800، ها هي وعندي 4100. اول حاجه 4100 ها هي كاينه هنا 4100، 4900 تكون فايته 4500، هنا 600، 700، 800، 900، يعني هنا تكون عندي 4900. دابا غنرتبهم، هذا هو الترتيب. اول شكون اللي كبير في هاد الاعداد كاع؟ غير هاد الاعداد اللي عاطيني، واش 5900 ولا 4800 ولا 4100؟ حنا نشوفهم على حساب الترتيب ديالهم. فين الكبيره فيهم؟ هي 5900. علاش؟ حيت هي باينه جات هي الكبيره فيهم كاع، جات من هاد الجهه. وكنمشيو نحطوها فين عندنا هاد اللعيبه مفتوحه، يعني هذه هي الكبيره، يعني هاد الجهه راها اكبر من هاد الجهه. شنو اللي تابعها؟ تابعها 4900، 4900 تابعها 4100. هذا هو اصغر واحد. هانتوما شوفوا فين جا هادشي اللي عندنا في التمرين. اذا دابا حنا سالينا التمرين 6 من صفحه 31. ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ونتلاقاو في الحصص الجايين. السلام عليكم.